كيلو دي سردين. سي صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. وانتم كتشوفوا فيا هاد الحوت، هاد السردين هذا، عفوا حوت النيت راه هو حوت. المهم عيطت على مولات الحوت، البيسكيريه كاينه غير حدا الدار، قلت لها واش عندكم شي سردين طري، قالت لي يلاه جا يلاه حليت الصندوق وانا نمشي كنجري عندها. هو كيف ما كتشوفوا معايا، قلت ليها واش كتنقيوه، قالت لي كنقيوه ولكن غنبيعو لك ب 15 اورو الكيلو، يعني 150 درهم. قلت لها ولا ما نقيتوش، قالت لي 5 اورو 50، يعني بحال 55 درهم. قلت لها اختي بلا ما تنقيه، انا غنجي نديه ونقيه لراسي. نزري السردين وخرجت صافي. دابا غنمشي عندك الزهير غادي نشري الخل، ما بقاش عندي الخل، غناخذ واحد القريعه ديال الخل وغادي نستعمله معكم، يعني غندير حتى داك الخل ديال المغرب اللي ما عارفوش منه شي حاجه، غادي ندير حتى هاد الخل هذا. يلا خليكم معايا، انا قربت لك الزهر. هذا ما عمري استعملته صراحه، مزيان. لا انا علاش ندير، والله ما نكذب عليك، قول لي غناخذ هذا اللي كنعرف. يلا خذي هذاك زوين. هذا اللي عارفه، هذا ديالنا فهمتي، واحد ديال البلاد. هذاك كبرنا به بعدا. نهار اليوم ما نعاودش لكم، انا يوم مقديه، انا جاي غاديه بكل شيء صافي. دابا غادي نمشي للدار، غادي نغسل هذاك السردين مزيان، غنوري لكم كل شيء الطريقه كيفاش غادي نغسلو، وغادي نوري لكم كل شيء. شي طياره دايزه فوق راسي. يلا خليكم معايا، فرجتكم ممتعه. الشميشه اليوم الجو زوين، واخا بارد شويه الجو ولكن كاينه الشميشه. يلا خليكم معايا غنوري لكم. ما شاء الله انا قربت حدا الدار، شوفوا يلا شفتها ما كتبانش ليا من الداخل، مع هابطه بزاف على برا. غنوري لكم واحد الحامضه، شوفوا معايا ما شاء الله ديالي. ها الدار ديالي هنايا، شوفوا ريا حامضه من الداخل ديالها. راح لينا وحده كيتصحابنا واش برتقال، اول عام كتعطينا عندنا، دابا شي 4 سنين هادي، وغرسها جاكمو من البودور يعني من زريها. شوفوا ما شاء الله شحال عطينا، والشكل ديالها بحال البرتقال. ها انتم شوفوا معايا مزيان، نحاول نقربها لكم، ولكن الداخل ديالها راه بيضة بحال الحامض. ان شاء الله ملي غطيب مزيان وغادي نرقد لكم بها الحامض. هانتوما هانتوما شوفوا معايا هاد السردين، غنشدو دابا وغادي نغسلو، غنطلق الماء غير بشويه، الماء بارد ماشي سخون، وغنبدا نقي فيه دابا هكا لتحت، حيد لي كاع داكشي ديالو كله، السلسول والراس. هانتوما شفتو صافي، غادي نستعمر هكا حتى تنكمل هاد السردين كله بهاد الطريقة هادي، وغادي نبدا نستف هنايا هنا صافي. من بعد ما غسلت السردين مزيان، هانتوما شوفو معايا راه طري، حاولوا تشريوه يكون جديد، مهم بزاف هاد العملية هادي صافي. دابا وغادي نشد، أول حاجة غندير أنا غندير بيه واحد جوج وصفات، غندير بيه الغديوة ديالي، وداكشي اللي غادي يبقى غادي نديرو الوصفات أخرين. غادي نشد هنايا عندي غا الشوفان هاهو، وغادي نشد واحد جوج معالق منه هكا، واخا نسلع معليش، غنزيد معلقه اخرى لان خدامه غير بوحدي. هانتوما هكا جمعت الروينه، المهم جوج معالق يكونوا عامرين مزيان، ديروهم هنايا. وعندي هنايا الماء تيغلي، ها هو دايره، غادي نهزو الماء يكون سخون وغادي نخوي عليهم هكا، نغطي هذا الشوفان بهذا الشكل هذا صافي. غادي نخليه هنا، وغادي ندوز دابا الوصفه ديالي، غنخليه هنا باش يشرب، وانا غادي ندوز الوصفه ديالي باش يرطاب ليا وداكشي. انا غنرجع الوصفه ديالي، ها هي غادي نهز الخل، ها هو اللي جبت معكم من عندك الزهر، حليت هاد القريعه وتنخويه هنايا، تنديرو في الاول هاد الشكل هذا صافي. وتنبدا نعزل دابا السردين هكا، ها هو، وتنوضع هنايا في هاد الخل هاد الشكل هكا. غنحاول كاع نوضعهم هنايا، غنستفهم مزيان، كل بانوا ليا زوينات وكبارات وداكشي غنخليهم ليا انا بغيتهم، باش بحال هذه مثلا، ها هي كبيره، نوضعها هنايا
وغنستعمر هكا حتى تنعمر هاد المول هذا. هنا صافي عمرت هاد المول، ها نتوما كيف ما تشوفوا معايا، وتنخوي عليهم عاوتاني الخل. خاصهم يتغطاو بالخل لان الا ما قاسمش الخل غادي يبقاو خضرين، و الا كليتوهم خضرين غادي يضروكم. لهذا حاولوا تغطيو كلشي بالخل مزيان، ما تخافوش من الخل فكيجي زوين فيهم. صافي وهاد الاخرين ها هما خليتهم هنا، هادو بغيتهم الشوفان، ها نتوما شوفوا ها هو شرب، ماشي غير شرب تيطيب، صافي ها هو طاب دابا، يعني واجد كيف ما بغيتو. انا غادي نمروا دابا لهاد المرحله، غادي نقطع شويه القزبر وشويه ديال الثوم ونرجع معكم. بالنسبه لهاد السردين غنخليه هنا واحد ساعتين حتى 3 ديال السوايع حتى يدير ليا مزيان، يطيب في داك الخل تيطيبو ويعني ما يبقاش خضر. اوكي يلا غادي ندوز دابا كيف ما قلت لكم الثومه مع المعدنوس، غنقطعهم باش نديرو الشرموله ديال هادوك السردين اللي بقى. هنا عندي الربيع والثوم، هنا عندي واحد ما كاملش النص ديال حامضه، غادي نعصرو هنايا بهذا الشكل هذا، حامض مزيان مع السردين. اوكي الزريعه لا ما مزيانش نحيدوها. اوكي صافي وغادي نضيف ليها هاد الثوم مع هذا الربيع هذا هكا الشكل. صافي بركه عليا. وغادي نضيف ليهم دابا التوابل ولا العطريه، داكشي اللي بغيت كل واحد يتبل باش ما بغى. انا غادي نضيف الملح هكا، وغادي نضيف الحار، واحد شويه ديال الحار اللي عندها الهريسه ديها. انا غادي ندير غير السودانيه وندير غير الفلفل الاحمر اليابس هكا، اللي عندها السودانيه وبغى ديرها ديرها، ماشي السودانيه الهريسه. صافي وغادي نخلط هذا الشيء مزيان هكا حتى تيتخلط. هنا راه دايره واحد شويه ديال العدس كيطيب، ها هو حتى هو راه قريب كتقولوا غوجد نتوما شفتو، خلي واحد شويه يشرب. غندير حتى واحد شويه ديال الاوريغانو زوين، انا كيعجبني الزعتر ولا الزعتر ولا اللي بغيتو نتوما، كيساعد على الهضم هذا زوين بزاف. وغادي نعاود نحرك كلشي، هادشي اللي بغات دير الخرقوم ديروا صفار وداكشي، انا ما بغيتش نقوي العطريه، بغيت نديرو غير خفيف هكا. صافي دابا غنبداو على بركه الله. صافي تنجيب واحد الطبيصيل هكا وتنبدا نهز السمك ديالي، تندهنو بواحد شويه ديال الزيت باش ما يلصقش ليا، وتنبدا نجيب دابا السمك هكا وتنوضع هنا لتحت بهذا الشكل، تنرتبهم هكا. ها شوفوا معايا سته ولا خمسه ولا راه اللي كلا وحده صافي ما غاديش يعاود الاخرى هكا، غندير غير جوجات. هانتوما شوفوا شحال درت فيها، اربعه ثمانيه، ثمانيه السردينات اللي درت فيها هكا. صافي تنهز هاد الحشو هذا وغادي نديرو هنايا الوسط تقريبا النص ديالو هكا، وغادي نبدا نطوي دابا حتى نبدا نقلب عليها كاع الجوانب ديالها بهذا الشكل هذا هكا هكا. شفتوها صافي، تندير دابا شويه ديال الشابلوغ هكا هنايا، تنحاول نجمعها به ترتبها. صافي وغادي نحاول نخرجها من هذا الطبق هكا، وغادي نرش عليها عاوتاني الشابلوغ من الجهه الاخرى هكا. صافي غادي نحط هنايا ونخليها بهذا الشكل هذا، غادي ندير عاوتاني الاخرى نفس العمليه. بغيا ما نخليوش هذا يطيح، حيد الواحد صافي راه كافي هكا. صافي انا كملتهم دابا وغادي نمشي نوجد واحد المقيله باش غادي نطيبهم. هنا كنجيب واحد المقله غنوضع فيها واحد شويه ديال الزيت هكا، وغادي نهز هاد السردين اللي صايبت غنوضعهم هنايا بهذا الشكل هذا. بغيتو تقليوهم قليوهم، تفرو الزيت وقليوهم ممكن، انا غندير لهم هاد الطريقه هادي ونقليهم هنايا حتى تيتحمروا ليا من هاد الجهه، وغادي نقلبهم من الجهه الاخرى.
تيرمومكس سد كطلع هوت السردين وجد تا هو ها انتوما غنهزهم دابا غادي نضعهم هنايا فوق هاد درت غير واحد لولي ديال سميتها ديال الشليضه ديال الروكولا ولا الروكيت وهنا عندي المايونيز صايبت المايونيز دابا ها انتوما شوفوا اوه يا ربي ما كنت سادة ماشي مشكل انتوما غادي نوري لكم المايونيز كيفاش كتجي رائعه ما شهيتكمش ها انتوما غنهز منها غير داكشي اللي بغيت دابا غنشاركها معكم شحال من مره المايونيز ها شوفوا شحال خاطره شفتوا كيفاش دايره ندير واحد شويه هنا وغادي ندير واحد شويه عاوتاني هنا صافي ونخليها هنايا حتى تنتغداو عاد باش غادي نديرها فشي قريعه ماشي مشكل اوكي بركه علينا نخليها هنا حتى تتبرد لان تتجي دايره هذه هاد الشكل ديال هاد المايونيز هادي تتجي طايبه تتجي باستوريزاتا كيف ما كنقولوا تكون طايبه غنخليها دابا هكا من بعد نشوفها ماشي دابا غنوري لكم العدس هنايا ها هو العدس وجد غادي نخويه هنا اوكي غير شويه على القياس ديالنا وهنا غير شي زيتون شرم جاكم الزيتون واحد الزيتون شراه خضر وطيبوه هو هنايا دابا نشاركوا معكم حتى انا شي نهار جبناه من السوق خضر وداروا معاه لي طوماط سوغيس هكا وخلاه تيطيب غادي نهض حتى هو هنايا صافي وغادي نمشيو دابا نتغداو المهم هذا هو الغديوه ديالنا شاركت معكم حتى هذه الوصفه ديال السردين غادي نمشيو دابا نتغداو وغادي نشارك معكم نكملوا الوصفه من بعد ان شاء الله يلا خليكم معنا هنا غنوري لكم من الداخل ديالها قبل ما نبداوها ها انتم شوفوا معايا حتى كيجي طايب مزيان والحشو كيجي رائع مع الشوفان ها انتم شوفوا شفتوا غتيجي زوين ممكن تعمروا باش ما بغيتو نتوما ديروا الروز ديروا اي حاجه بغيتو نتوما انا ما كنقدرش على الروز بزاف يلا واكله ها انتم شوفوا معايا ما شاء الله شفتوا تلاقاو دابا في الوصفه الثانيه هنا صافي دازت علي اكثر من 4 ديال السوايع تقريبا لان مشيت قضيت واحد الشغل تغديت ومشيت قضيته يلا رجعت ماشي مشكل هانتوما وغادي نحطو دابا هنايا نخليه يسقطر مزيان من هذاك الخل هكا عاد باش غادي ننشفو نخليه شويه يتسقطر هنا صافي هانتوما بعد ما خليته تسقطر ليا مزيان السردين هانتوما شفتو هكا تنجيب هنايا الورق ديال المطبخ كارطه نحاول نحطها هكا هنايا ونسد التفاه هنايا هي الاولى صافي وغنبدا نستف فيها هاد السردين باش غادي نمسحو مزيان غنستفهم كاع هنايا بهذا الشكل هذا هنا صافي كما تشوفوا معايا من بعد ما كنرتبو هنايا وتنجيب عاوتاني الكارطه وتنبدا نضغط عليه هكا باش نشفو مزيان هكا شفتوا معايا تيشرب ليا كاع داك الخل ما تيبقاش فيه تينشف تماما مهم جدا انكم تنشفوه هكا غير شويه عليه بلا ما تبركوش عليه مزيان حتى كاع تهرسوه تيولي هاري لا سميتو بالعقل غنبدل ليه عاوتاني ديك الكارطه اللي تحتهم وغادي نعاود نشف هادو كلهم نشفهم مزيان ونخليهم واحد شويه غيتهواو وغادي ندوز نسرع في العمليه ديال الطرقات ديالهم هنا صافي من بعد ما نشفت هادشي مزيان هانتوما غادي نشدو دابا غادي نحطها فوق هذا هكا وهنا عندي غا الثوم والمعدنوس والفلفله الحاره الا عندكم الهريسه ممكن ديروا الهريسه انا ما متوفراش عندي بقى ما صايبتهاش مازال ما شاء الله وغادي نشد هاد الثوم وغادي نحكها هكا كوها ولا قطعوها طريفات يبقاو باينين ولا اللي بغيتو نتوما تيكون دائما الاختيار ديالكم انا هاد المره غادي نحكها بهذا الشكل هذا غادي نرقق هذيك الفليفله حتى هي غادي نقطعها طريفات صغيره المرصويات وغادي نتلاقى معكم صافي هنا غادي نوضع كلشي هاد الشيء في واحد الطبق بهذا الشكل هذا وكنضيف معاهم تقريبا شي هكا ديال الملح معلقه صغيره وغادي نضيف ليهم دابا زيت الزيتون
الكافوش من الزيت راه ما كيخسر ما والو، حتى الا بقى كتبقاو طيبوا بيه ولا تستعملوه ولا ديروا بيه شي حاجه. وتنخلط مزيان هكا. صافي هنا من بعد ما خلطت تنبدا نوضع هنايا هذه المعلقه نحطها هنا هكا، تنبدا نوضع هنايا بهذا الشكل هذا، ان هاد الجهه اللي الدخلانيه ديالهم اللي فيها الهبر هي اللي كتشرب، يعني نحاولوا نواليوها هنايا للزيت هي الاولى فهاد الطريقه هذه. اما لكنتو غتخليوهم هنايا يبقاو فهاد الزيت ديروا العكس، غتحطوهم على الوجه الاخر، يعني غتحطوهم بحال هكا وديروا لهم هذاك الحشو يبقى الفوق ديالهم ويبقاو عامرين. مي انا دابا بغيت نديرهم في القريعات، غادي نحاول ندير لهم هاد الطريقه هذه هكا وصافي. وغادي نبدا نهز دابا، انتم شوفوا معايا هادو فيهم هكا الحشو، تنهز وتنوضع في القريعه ونوضعهم هكا بهذا الشكل هذا. تندخل وكنحاول نستفهم في القريعه بهذا الشكل هذا. ندير معكم هذه الاولى شوفوها معايا مزيان هكا، ملي تندور كاع مع الجناب صافي تنحاول ندير الوسط هكا، تنتني هادي تنديرها الوسط هكا صافي. هادو راه ربعه دابا اللي درت هنايا، غادي نحاول ندير واحد سته ولا سبعه على حساب. نفس العمليه غادي نزيد دابا هاد الشكل هذا، نحاول كاع ندورهم شتو هانتو. غادي نزيد هادي عاوتاني الوسط صافي. غادي نستعمر دابا هكا حتى تنكملهم كاملين، وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله باش غادي نوري لكم عاوتاني. اللي بغات تخليه غير هكا ديرو فواحد الطبق بهذا الشكل هذا، ولكن دير فوقو الزيت كله وتغطيه بواحد، دير فواحد البواطه ديال الدجاج وتغطيه وتخليه غير هنا في الكوزينه في المطبخ بحراره المطبخ كميه قليله، وتبقى كل نهار تستهلكها. واللي كثرات دير كيلو الفوق ولا شي حاجه ديرو في الثلاجه، ديرو وتخليه هكا وتغطيه ديرو في بواطه وديرو في الثلاجه، اولا ديرو في القريعات كيف ما غندير انايا دابا هكا كيف ما كنوري لكم. هنا صافي هانتوما بعد ما عمرتهم كلهم شوفوا معايا بهذا الشكل هذا صافي. هنا دابا وتنضيف لهم زيت الزيتون في هذه الحاله صافي، ملي كندير لهم هكا تنبدا نعمرهم بزيت الزيتون بهذا الشكل هذا، تنعمرهم حتى الفوق وتنخليهم مفتوحات واحد شويه باش حتى الا كاينه شي حاجه شي فقاعات ولا شي حاجه كيبداو يطلعوا. غنخليهم واحد شويه منفسين هكا غير شويه ماشي بزاف، وغنبدا نسدهم صافي. وهذا هو الشكل النهائي الاخير ديالهم. اللي بغيتو ديروهم في الثلاجه ديروهم، انا دابا هادو ملي انا دابا هادو غنديرهم في الثلاجه لان كثرت الكميه ميمكنش نخليهم برا، نقدر نخليو حيده ولا جوجات لو بغيت ناكلهم بحراره المطبخ، اما الاخرين غادي ندخلهم للثلاجه، غندخلهم للثلاجه فين ما بغيت نخرجهم مثلا في الصباح ولا واحد الساعه ولا ساعتين قبل الماكله، عارفه راسي داك النهار غناكلهم راه قلالين، يعني قريعه راه غادي ناكلها انا وجاكومو هكا. الا بغينا ناكلوها يعني كمقبلات ولا شي حاجه ماشي غديوه، هذه راه قليله على الغديوه. اوكي يلا نتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب والاصدقاء والصديقات ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش جمع عجبكم فيديو، مع السلامه.